كاي بانك عمي ابو علي. حسابي كاي بانك اللي تابي راجع الرياض. استريح استريح عمي ابو علي. استريح عمي. انا تزل دوما اكثر ان شاء الله تبارك الله. كوفي بلند فتح عند الفعالية كشك. الحين تبي قهوة تبي موهيتو تبي اللي تبي. طبعا احنا تدرون فتحنا الفعالية بس الكوفي تبعنا يبي له شهرين. فقلنا لاخوي محمد تعالوا افتح كشك عشان تخدم الناس اللي يبي قهوة اللي يبي مشروبات. الله يحييكم. ما شاء الله تبارك الله. أجواء جدا جميلة يا جماعة الخير. جماعة الخير طبعا انتوا تدرون ان الكوفي حقنا يبي له شهرين على ما يفتح. والله التوفي ولكن يا جماعة الخير غرفتنا الغرفة الخاصة في المحل جاهزة. والآن راح نفتتح غرفتنا. ومن الشيخ اللي راح يفتتح الغرفة؟ مين؟ أكيد ما حصل أفضل من أخوي الأستاذ بدويش. تحية البدويش. جاهز يا بدويش؟ تفضل يا حبيبي. تفضل يا حبيبي بدويش. ما في تصوير، ما في صحافة، ما في شيء. شلون؟ نادي المصورين، نادي المصورين، كل الكاميرات خلها تجي هنا بسرعة. كلهم ايه. تعال بس خلاص راح النور يجيبهم. ايش فيك؟ خليهم يدون محل يجوني عليك. ايه قل لهم عندنا حدث مهم. بدويش طبعا يا جماعة الخير بدويش يمشي قدام وانتو وراه. ايه اوكي. ايه انتو تصفقون وراه ان شاء الله. صاحب بدويش جاو. يلا الله يعطيك العافية الأستاذ بدويش. اليوم راح يفتتح المكتب حقنا، فأرجوك الله يعطيك العافية توثق الحدث خطوة بخطوة. نبي 100 صورة للأستاذ بدويش. 200 جاهز يا حبيبي يا بدويش؟ جاهز. يلا تفضل يا بدويش. إذا قلت أكشن تنطلق. 1 2 3 أكشن. هلا فيك شو تقول؟ لا جيب وجهي كذا، خذ ياخذ كلوز. ايه خذ وجهه عدل. يلا 1 2 3 اكشن. غلط ما عجبتني مشيتك. اعدل مشي، نبي مشي يا بدويش، مشي محترمه. يلا 1 2 3 اكشن. عطاست ما انا قلت اكشن. ترني عنك. عطاست. يلا 1 2 3 اكشن. ما عجبتني الماشيه. عد الماشيه. علمو شلون يمشي ماشيه افتتاح. ايه علمو بدويش اضبطها عدل يا بدويش. هذا خطوة واحدة. ايوه بالضبط. يلا ايه عدل يلا 1 2 3 اكشن. غلط يا بدويش. قال لي هو قال لي كذا غلط. انت قاعد تعارج قاعد تعارج. تبوني اسوي انا تبوني امشي لك قهر. لا خلاص مش ماشي عادي ماشي تزوج. يلا تحية البدويش. يلا بدويش بس خلك واقف. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله يتفضل الأستاذ أبو دويش مكتبنا الخاص. تحية. تعال مكتبنا الخاص. تحية. فليتفضل الأستاذ بدويش مشكورا لقص الشريط.
فينا تسوون في الدوحه وانا موجود صدق ما عندكم سالفه والله خلاص ابو دويش. وانا جاي تصوير وكل شيء. تعال. اوعدك وعد يا ابو دويش اللي يفتح الكوفي بكبر ابو دويش. اللي تفتتح المحل كله يا ابو دويش. تفضل يا ابو دويش. حياك حياك استاذ ابو دويش حياك. حياك يا ابو دويش يا حبيبي نورت المكان. طبعا يا جماعة الخير احنا سرعنا في افتتاح الغرفة عشان اذا جانا ضيف خلال فترة كاس العالم نقول له حياك في مكانك. الغرفة لسه ما جهزت 50% يا استاذ بدو. ايش فيك؟ شيء غريب. ايه طبعا هذا المصمم. طب ما كان ودي يا بدو ايش احط صورته بس المصمم طلبني قال لي اذا تبي التصميم يكون ممتاز حط الصورة. طيب الله وجهك. ايه المصمم طيب. ما قصر ما قصر. ايش تحط صورتك؟ ايش تحط هني بالكافيه؟ المصمم ذي المصمم شاف صورتك. هو اللي ما تدري صورتك. ما تدري صورتك. اشوف. ما تدري صورتك. لا لا. ايش مجمل المحل الصورة؟ مجمل المحل. يا كذبة حسدني. مالك مالك نطيب خاطر طيب. لا ما جاء شيء ما جاء شيء ما جاء. شيل الصورة وودها بيتكم قبل لا انا اشقها. ترى انا قلت لك بس جيبها اليوم. اي والله من جدك من جدك بنحط صورتك هنا. اي حط علقها مو فوق بعد. سامي شوف لك حلوية. اقول لك عاد نزلها الان امقطها لك انا. من زينها اللي خايف عليها. طبعا يا جماعة الخير خير ما نبتدي في افتتاح غرفتنا الجميلة أقمشة التميمي لأنه براند فخم ويبيض الوجه ودائما متابعين يشكرون عليه وعلى جودة الأقمشة عنده فضلت يكون إعلانهم في هاليوم اللي نفتتح فيه غرفتنا المتواضعة وخلونا نشوف شو اللي عند